والله استاذ عمار انت تحكي على كورونا، هو كورونا فعلا الحالات قاعد تزيد هاي الفتره. اي بس المشكله استاذ الغالي، يعني انت مثل ما شفت مستشفى الخطيب الطب بيها بي كورونا طلع محترق، مستشفى الحسين الطب بي كورونا طلع محترق. فالعالم شلون ما تتخوف؟ يعني انت قلت 10,000، انا اقول لك لا، الجزء العدد يوصل 17,000. زين. يعني اكو حالات مثل ما تفضلت بالبيوت، ما تروح المستشفى تعالج، يقول لك عاد في البيت افضل احسن. ما محمد انا سؤالي واحد حبيبي ابو جاسم، نعم اخذت لقاح لو لا؟ وليش ما اخذت لقاح؟ والله ما اخذت لقاح لا انا ولا عائلتي. اي ليش ليش شنو السبب؟ اولا انا صار لي شهر مصاب، يعني قبل شهر. اي اي مو حتى انا اعرف محمد، اقصد لك عندكم يعني اشخاص كبيري العمر، يعني اعمارهم كبيره؟ اي نعم والدتي. زين ما تخاف عليها؟ والله ليش ما نخاف؟ زين كورونا تخوف، قاعد اشوف حالات وفيات. مو بس المشكله مساله اللقاح يقولون مو رصين. ها وانا وصلت لهاي النقطه، يقولون إيه؟ منو اللي يقول؟ والله يعني احنا نتابع شلون نقول في بعض الدكاتره تطلع تحكي. اي هاي الدكاتره اللي تطلع تحكي اللي وصلت اعدادنا الان 10,000 حاله يوميا. فعلا صح لو مو صح محمد؟ صح انا وياك استاذ عمار، بس انا من حاليا انا بس اريد اقول لك فالتفصيله صغيره، احنا انا اخوكم صغير. لا على راسك. انا بس اريد اقول فد قضيه محمد، احنا هسه دول العالم من ابتعدت واستغنت عن الكمامه وعن المعقمات وصار اكثر من 60% اخذوا لقاح، هذول ليش ما قالوا مو رصين اللقاح؟ ما هو نفسه صح؟ السبب السبب لان اخذوا لقاح. لا استاذ الغالي السبب واحد، ذولك ليش اخذوا لقاح؟ اي شنو السبب؟ يعني عندهم ضمان بوزاره الصحه اولا، اثنين يعني الدكتور يطلع يحكي انتهى الشعب يلتزم. خلينا نقول احنا المشكله يعني نسمع حكي منا ومنا، ما عندنا شخص يعطينا الرأي السديد حتى نتخذ